كراميلو. يلا يا حاج ابراهيم، ايه ده اللي تحت ده؟ السيما دي ولا ايه؟ سيما تحت. واقفين زحمة قوي على السينما هناك. ازاي؟ لا ده في مسرح كده بيعملوا عروض، هيعملوا عروض، دي مش سينما، هيعملوا عروض. بيت ام الدلع قرف يا عم، طش على وش. ولا انا مش ما عادش اعملها تاني. الناس مش بيعملوا كده، ما هو عشان كده بقى الدلع بيستاهل. العيل ده ما يفهمش الا متضرب تن يترقع له. ده مولود، ده اللي عنده بثلاث سنين ولا سنتين. مفلول منك ايه ده ابراهيم؟ طب ما حلو المطعم ده. بفلو، بفلو بقر ده. طب ما حلو المطعم ده. هواوي، يا ترى هواوي هتعمل ايه؟ يا هواوي مع ابل وجوجل. مطاعم، منطقة المطاعم اهي، ماكدونالدز وكينز وجريل والبيتزا المفضلة قافلة، وتحت ملابس طبعا زي ما قلنا. ادي الرياض بارك، يعني من الحاجات الكبيرة هنا، جديد طبعا، احنا أول مرة نعرف نخشه. تعالى تعالى هنا نشوف، هنا تعالى شوف مكان هنا نشوف، بس الترابيزة نقعد عليها الأول. يلا يلا اهو. لا 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 مفيش مكان. اكيد هنلاقي. مش لاقيين مكان نقعد فيه عشان ناكل. ده كده يعني رايق، ده كده رايق. امال لو في الايام العاديه بقى؟ في ترابيزه هناك اهي، واحده ست قاعده. لا في واحده قاعده جنب الازاز، حلو، بس واحده قاعده. اه اللي لاقي ترابيزه ده بقى ايه، انجاز.